انا فعلا بنيت مقبرتي وانا ما بتمناش الموت، لكن دخلت مدفنها حي ترزق واتدفنت فيه، واللي شافته كان صادم. الفنانة شيرين نزلت مدفنها على رجليها عشان تستنى نهايتها بعد تعبها اللي خلاص هدت حياتها. ايه اللي مرت بيه شيرين خلاها تبني مدفنها وتستنى الرحيل؟ ليه عملت كده؟ مفاجأة اللي قالته عن موقفها من الحجاب، ازاي حياتها الأسرية والشخصية اتأثرت بالفن؟ هل زوجها كان بيعاني من ميول نفسية معينة وعمل لها عقدة من الرجالة؟ أسرار وحكايات عن شيرين الإنسانية اللي حياتها كلها شجن، وزي ما يكون اسمها على مسمى. سنة 1998 شيرين حصل لها أزمة صحية كبيرة، وخلاص مفيش قدامها حاجة غير إنها تستعد لنهايتها، فقررت تبني مدفنها ويكون بمواصفات معينة. وزي ما عاشت طول عمرها مرتاحة ومبسوطة، كان لازم لما تفارق الحياة يكون مكانها متصمم بطريقتها الخاصة. فيا ترى عملت إيه؟ شيرين في حلقة نادرة مع الإعلامية صفاء أبو سعود في برنامج ساعة صفاء قالت: أنا طلبت إن المدفن يتعمل بشكل حلو أكيد وكده، عشان الموت علينا حق. وبعد ما عملوه وخلص طلبوا مني إني أروح أشوفه، فأنا رحت أشوفه بعد ما خلصوه، فحسيت إنهم خدعوني وإنه ضيق شوية أو قصير أو في حاجة غلط كده، فقررت إن أنزل وأجربه بنفسي. أنا قلت أشوف بس مظبوط ولا لأ، فرجعت ظهري كده ولقيته جميل ومناسب، وزي ما تقولوا كده بتعمل بروفا وتهيأ نفسها، وأكدت إنها بتروح دايما من وقت للتاني بتقرأ قرآن، بس طبعا بتكون لابسة لبس معين مش لبسها اللي الكل متعود عليه، وكمان بتهتم بالزرع اللي زرعته هناك وقتها. وقالت: زي ما عندي بيت في الدنيا وفستان ألبسه، لازم يبقى عندي بيت في الدار الأخرة. وعن موقفها من الحجاب والفن قالت: أنا ما بفكرش أتحجب أو لأ، لأن أنا دخلي كله من الفن، وما ينفعش في اعتقادي أني أتحجب وبعدين أمثل، أو أمثل الأول وبعدين أتحجب، لأ، كل حاجة لازم تاخد حقها مظبوط. كمان هي شايفة أن الفن رسالة مش حرام. وعن عمليات التجميل شيرين رافضة لعمليات التجميل، وقالت: أنا ست الستات، أنا كويسة قوي الحمد لله، وأما بنعمة ربك فحدث، وما أقدرش أشيل الزمن من على ملامحي، وأنا راضية بشكل كده. اتقال إن زوجها المخرج محمد أسامة كان بيعاني من ميول نفسية لدرجة إنها كانت بتتعرض للإهانة والضرب منه طول فترة جوازهم اللي استمرت 10 سنين، ولكن هي بترفض تتكلم في الموضوع ده في أي حوار ليها، وكل اللي بتقوله إنها ما عندهاش عقد من الرجالة، زي ما تقال عنها إن جوازتها دي عقدتها من الرجالة كلهم فما تجوزتش تاني، خاصة إن ما عندهاش غير بنت واحدة هي ميرت. شيرين الحقيقة مرت بفترة من عمرها هي بتقول إنها نسيتها وما بقتش تفتكرها، وشايفة إن دي نعمة كبيرة، ورغم إنها اتجوزت بعد قصة حب كبيرة واختارته من بين رجالة كتير، ولكن اللي حصل معاها عكس اللي توقعته، وردها على الفترة دي من عمرها إنها تجربة وعدت وما كانش بينهم وفاق ولا مودة ولا رحمة. شيرين شايفة إن بنتها ميرت اتظلمت من صغرها وما لحقتش تشبعها بحضنها بسبب التمثيل اللي كان واخد كل وقتها، لدرجة إنها لما بترجع بالليل متأخر وتكون نايمة كانت بتحط روج كتير وتبوسها على خدها، عشان لما تصحى ميرت تلاقي مكان البوس على وشها وتعرف إن أمها هي اللي عملت كده. وميرت قالت: أنا عايزاها تعرف إني بحبها، بس الأيام بتعدي بسرعة ومفيش وقت نعبر لبعض عن ده. دلوقتي شيرين بتحاول تعوض اللي ما لحقتش تعمله مع أحفادها. ميرت دخلت الفن سنة 2008 بمشاركتها في فيلم حسن ومرقص، وفي 2013 كان آخر عمل ليها كان فيلم هتولي راجل، وبعدها قررت تعتزل الفن وتقدم برامج زي برامج الطبخ. وشيرين قالت: بنتي اعتزلت التمثيل وقالت لي مش عايزة ابقى زيك وزعلتني. للأسف الوسط الفني لما البني آدم بيكبر بيعملوه زي خيل الحكومة. المفاجأة بقى ان شيرين اسمها الحقيقي أشجان، وتحايلت كتير على والدها عشان تغيره، ولكنه كان بيرفض لأنه كان صعيدي وطبعه صعب جدا، ووالدتها كانت من أصول تركية، ورغم كده والدها اللي شجعها تلعب باليه، وكانوا بيحضروا معاها عروض الباليه كمان. وكانت آخر أعمال شيرين مسلسل تغيير جو مع منة شلبي في رمضان اللي فات. فيا ترى ممكن نشوفها تاني قريب في عمل جديد؟